حمص، قرية البويضة الشرقية، 16/10/2012. القنابل العنقودية التي تم إطلاقها اليوم على القرية. هذا هو الصاروخ الذي كان يحوي على القنابل العنقودية، حيث كان يحوي على حوالي 150 قنبلة انفجرت معظمها وطولها أكثر من 3 أمتار. قام عناصر الجيش الحر بجمع هذه بقايا مخلفات القنابل العنقودية من الأماكن السكنية، وتم تأمينها جميعها بحمد الله. الرحمن الرحيم، 16/10/2012، قرية البويضة الشرقية. الغار علينا اليوم طيران الأسدي الغاشم ورمى علينا حاضن قنابل عنقودية، تسبب بسقوط عدد كبير من الجرحى من نساء وأطفال. غطت هذه القنابل مساحة ما يقارب ملعب كرة قدم. هاي القنابل محرم رميها دوليا على الجيوش، فكيف ترميها على أطفال عزل ونساء يا بشار الأسد؟ وهاي ما هي أول مرة بيرمينا بشار الأسد بهاي القنابل، لأنه بتاريخ 9/10/2012 تعرضت الضيعة لنفس الرمي ونفس القصف بالقنابل العنقودية من الطيران الأسدي الغاشم. إذا بترمينا بنووي يا بشار الأسد، بدك تسقط بدك تسقط بدك تسقط. إذا بنوويها مو بقنابل عنقودية، بنووي. وقامت سرية الهندسي بمعالجة الموضوع. نحن سرية الهندسي التابعة للجيش الحر في قرية البويضة الشرقية، قمنا بتمشيط الأماكن السكنية التي تعرضت للقصف في القرية، وقمنا بجمع الحاضنة حاضنة القنابل العنقودية وعدد من القنابل التي لم تتفجر، والبالغ عددها حوالي 15 قنبلة. هذه علما أن هذه القنابل روسية الصنع، ويوجد عليها أرقام تثبت ذلك. وقمنا بتفكيك صمامات هذه القنابل وتفكيك القنابل بشكل تام لنحصل على تأمينها. وهذا الحاضن يوجد عليه صمام واقد زمني ما يقارب 150 ثانية، ويوجد لهذا الحاضن سلك لتهيئة القنابل من أجل التفجير، علما أن هذه القنابل هذا الحاضن يفتح في الهواء ويرمي القنابل بشكل عشوائي على الأماكن السكنية. وهذه القنابل توضع على توضع في داخل البرميل على هذا الشكل. الحاضن روس الصنع، وهو مرقم وموثق دليل على أنه روس الصنع، ويحوي على أكثر من 150 قنبلة انفجر معظمها. تم العثور على 15 قنبلة لم تنفجر، قمنا بتأمينها وإبعادها عن المناطق السكنية، وهي مرقمة حسب التسلسل.